مساء الورد عليكم. عاملين النهارده هنعمل كيكه الشاي، وهنعملها بطريقه سهله جدا. واهم حاجه يا ريت تدعموني بلايك، ولو جديد اول مره تشوف القناه بتاعتي يا ريت تعمل اشتراك، ويا ريت تفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده اول حاجه معانا الدقيق، ومعانا بيض، ومعانا فانيليا وبيكنج باودر. وانا بعمل الكيكه بالفروتو اللي هو ده عصير البرتقال، ومعانا كوبايه او فنجان من الزيت ومج سكر. ده كل اللي هنحتاجه. اول حاجة لازم ندخل الدقيق بطريقة كويسة جدا عشان الفراغات، وعشان لو فيه اي حاجة نقدر ان احنا نشيلها بطريقة كويسة. واهم حاجة الدقيق يكون منخول كويس. دلوقتي انا حطيت كوباية السكر في الخلاط او في المضرب لو انت حابين تضربوه. انا حطيت دلوقتي ده كده كوبايه الزيت. لازم تحط المكونات دي تضربها في الخلاط كويس. حطينا السكر والزيت، هنحط بقى فوقهم البيض. طبعا انا هحط 4 بيضات. هتقولي له ليه؟ هقول لكم مش عارفه والله، انا عشان بس تظبط معايا انا حطيت ال4 بيضات والسكر، وهضربهم في الخلاط كويس. ده اهم حاجة يتضربوا مع بعض كويس. طبعا هنا هنحط المكونات الجافة كلها على بعضها بالشكل ده. لازم المكونات الجافة لوحدها بالشكل ده يا جماعة. اهو هنقلبها كده كويس. وطبعا بقى انا عندي الحاجة اللي انا ضربتها في الخلاط. طبعا انتوا ممكن تكونوا حابين ان انتوا تضربوها في المضرب عادي جدا، مفيش مشكلة بالشكل ده. تبتدوا بقى ان انتم تربوا كده الخليط بالحاجة الجافة. طبعا ده الفروتو اللي هو البرتقال اللي هيديكي النكهة او الطعم بالشكل ده كده. طيب انا حطيته كله اهو، انا ما حطيتش الكيس كله على فكرة، انا حطيت بس نص الكيس. طيب ده الخليط، اهم حاجة الخليط متماسك جدا وبالشكل ده ملان فراغات. واهم حاجة نكون دهنين الصينية زيت كويس بالشكل ده، وبعدين نبطنها بالدقيق. انا بطنتها بالدقيق بالراحة جدا. اهو هننزل بالخليط بالشكل ده. اهو بالشكل ده حلوين بالشكل ده في الصينية. طبعا انا عاملة في صينية الومنيا، لان انا ما بحبش بصراحة التيفال عندي، والله ما حبيتوش جدا، وبخاف اصلا يعني من التيفال والحاجات دي. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهتقعد ما بين 25 دقيقة لل30 دقيقة بإذن الله، واطلعها وهوريها لكم في الاخر.